يقول الصحاء يقول الصحاء ماذا يقولون؟ يقول الصحاب أطلت البعاد وما كنت يوما عصي الفؤاد نراك تغيب وأنت الحبيب ترى أين كنت وفي أي واد يقول الصحاب أطلت البعاد وما كنت يوما عصي الفؤاد نراك تغيب وأنت الحبيب ترى أين كنت وفي أي واد أنا يا صحابي عرفت السبيل ويصدق من كان يوما دليل أنا يا صحابي عرفت السبيل ويصدق من كان يوما دليل فإني وجدت لروح المقيل بصيد الفوائد درب الرشاد فصيد الفوائد في اختيار لفكر كشمس بوسط النهار وفيه منار ونور ونار وجمر يضيء برغم الرمال فصيد الفوائد فيه اختيار لفكر كشمس بوسط النهار وفيه منار ونور ونار وجمر يضيء برغم الرمال وصيد الفوائد فيه الجمال وفيه الهدى قد بدا في جلال وصيد الفوائد فيه الجمال وفيه الهدى قد بدا في جلال وكم فيه شعر وسحر حلال وعلم يضيء دروب العباد وعلم يضيء دروب العباد وعلم يضيء دروب العباد صيد الفوائد. صور هذا المقطع في إحدى المدن الأمريكية حيث يظهر الساحر وهو يقوم بسحر أعين الناس، لكن ماذا كانت النهاية؟ هذا ما تشاهدونه بعد قليل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا نفس ما لك تعشقين عنادي وأنا أقول لك اكتفي بالزاد يا نفس ما لك ما لك تعشقين عنادي وأنا أقول أقول لك اكتفي بالزاد وعليك بالقرآن مصدر عزنا وتأملي في النور أو في صادي واسترجعي الآيات كل صبيحة وفي الغروب تحية الأغراب وتأملي القرآن في غسق الدجى وتأملي القرآن في غسق الدجى فكتاب ربي منهل الوراد يا نفس ما لك لا تعودي للهدى
تكفل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.